على بركة الله التي يلتحق بنا الناس. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وفي مراسلة جديدة من مكناس. اول خروج اعلامي لاخ الزوجة اللي كتهموا المهاجرة المغربية اللي كتعيش في المانيا، واللي كما تابعتوا معنا بانه كيحرض عليها الاخت ديالو، انه يعني كيضايقها، وانه مرات خوها منعتها من دار والديها ورجعوا الدار بحال الحبس. هذا السيد كيقول لك ان هذه السيدة هجمات على اختي وجبدات عليها كريموجين جايبها من المانيا، والقضية راها باقا محضر كاين عند الدائرة الأمنية اللي غادا تاخذ فيه الإجراءات اللازمة. في أول خروج إعلامي مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، وهذا السيد كيقول لك أنه هذا المنزل هذا لا يورث بل لساكنه ولقاطنه. غادي نخليه معكم وعلى المباشر هو اللي غيوضح لنا مجموعة من الحيثيات. أكثر من هذا كيقول لك أن هذه السيدة راه دايرة إبراء ومتنازلة لخوها الكبير قبل ما يتوفى على حقها. غادي نخليكم مع حفيظ اخ زوجه ديال زوجه اخ المهاجره المغربيه اللي كتعيش في المانيا، واللي شفتوها تناتي وتناشد المسؤولين، وشفنا ذاك الدار كيفاش مقسومه بالحديد، وشفتوا معنا واحد الصوره اللي تحامل واحد ما عجباتوش. لكن اجي نسمعوا اشنو واقع بالضبط، كما سمعنا من الطرف الاول فللطرف الثاني كذلك حق الرد. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ونعرفوا شنو واقع في هذا وجع التراب كما كنقولوا. حفيظ مرحبا بك معنا على المباشر. السلام عليكم. نعم خويا حفيظ. خويا انا كنهضر معكم على هذا السيده اللي اتهمتني انا واتهمت الاخت ديالي. حنا كاين واحد مشاكل بيننا وبين هذه السيده على هذا المنزل. السيده 56 سنه وهي كتسكن في اوضيه اوروبا، وما عمرها كانت كتجي في 60 70 سنين، وانتم كتعرفوا هاد الناس اللي كيكونوا في اوروبا ملي كيجيو 60 70 سنين. نعم. يعني عندها 6 ديال خوتها في الافراد. نعم. واش غادا تجلس هي مع كتجلس مع اختي؟ ما كتجلسش مع اختي، كتدور عند خواتاتها هذه 3 ايام هذه 4 ايام، حتى كتقسم ذاك الشهر، وهي بالاكثر هي ما غاديش نعطيه العيوب ديالها، ما كتجلس لا مع اختها ولا مع خواتاتها. راه كتقيد تا الدور، راكم عارفين الناس اللي كيعيشوا في اوروبا اش كيديروا، ما غاديش نقول عليها دبر راسها، ولكن اللي غادي نكملوا، ما عمرها سكنات، وما عمرها كانت مع اختي، وكاين الظلم، لان هي ما قدتش على امها هي واختها، العيالات بجوج جاو تنازلوا الاخ ديالهم هو في العيات بالابراء تام، كيتنازلوا على حق الكراء، ها هو ها الابراء. لا غنحيد لي فيش حافك لي دوكيمون ما يدوزوش، هذا ابراء ديال هذه حجة سكن. كاين حجه سكن هذه في 13 اكتوبر 2020 من خلال دابا هذه الوثيقه هذه هي كتنازل لا هذا حجه سكن 12 شهر تيقولوا بان راه 30 سنه هذا الراجل تيسكن بوحده في هذا المنزل، هذا الراجل اختي اللي مات. الراجل اختك الله يرحمه. و 12 شهر بحجه سكن اخرى ديال اختي، كيقولوا بان السيده 16 سنه وهي في هذا الدار مع الزوج ديالها 7 سنين، و 16 سنه هي مع الراجل باش تزوجات وباش مات بقات ديك 7 سنين من موراه تسكن هي بوحدها. كيفاش هاد المحكمه اللي نصفات هاد الحكم اللي جا ديال انها كتقول كان عندها البيت وكان حنا عندنا عداوه والشكايه قبل ما يموت الزوج، خرجت اختي وبغاو يخرجوها من الدار وتحاموا عليها وكنا قيدنا بها في الدائره السابعه. كيفاش هاد السيده غتمشي لالمانيا وقالت كتخلي في البيت جوج المليون حطاها ومشات وسدات على حوايجها وجات وقينا هزينا لها البيت ودينا لها حوايجها ودات لها اختي جوج المليون تاهمتا. واش وحده معادية مع اختي غتخلي الفلوس في البيت وتمشي؟ هذه اول حاجه. ثاني حاجه كان واحد الورقه طلعت بها ديال المدينه ديك الحمراء اللي كتكون عند الاب على حساب الاب ديالهم على حساب الدار، كان الراجل الزوج ديال الاخت ديالي سرقات له وهي راه مخططه هذا الشيء من قبل. ها واحد حجه ضياع، ها هي انت كتشوفها، انا ما كنوريكش الكذوب. هاي هذه وثيقه هنا ديال الحجه الضايع، اسم الشخص الابراء تام، وحجه سكن الاولى وحجه سكن الثانيه ديال رجلتي وهذا الضايع. عاد ما يزيد على 30 شكايه اللي تشكينا بها، كتجي دير الكوله في الكفوله، شدها كاميرا، لاحت العافيه، الحرق، الضرب، المشاكل كبيره. كيفاش كليموجين؟ هذه التاليه اخر حاجه ما كاينه راه باقي عند البوليس، كليموجين جايبها من المانيا، قوادير المانيا. ضرباتها على الجار اللي تحت وضرباتها على هكا جبداتها على اختي كتهدد بها وجبداتها عليه هو راه ضربها حيد من الداد ديال البوليس، راه باقا عند البوليس غيعيطوا لها عليها في البحث. كريموجين والفرع دينا السيد جاب زوكا طلع فرع ماشي فرع الفوقي اختي وطلعت. هاد السيدة راه داك الشيء اللي وريناك داك الشيء اللي كدير بالفيديوهات مصورين راه خيالي توصفها بديك الصفة اللي كتهضر معاك فوق.
وقالت انه جبتوا لها السبع وشنق عليها وشي سبع ديال ايوا علاش نق عليها السبع من هذه؟ حنا دابا جبنا لها لا سبع ما كنعرفوا السبع. السبع الى جاها تقاد معاه. هي ملي مشات للمحكمه طلبات بالبيت اسيدي عطاتها المحكمه البيت. حنا ذاك السيد حنا براسنا ما يمكنناش نبغيوه يبقى هنا، ولكن حنا ماشي حنا اللي جبناه. كيقول جاب باه اللي مات وبقى الولد ديالو هنا، حنا ما غاديش نخرجوه، يبغي نخرجها للمحكمه ولا القانون ديالهم، ولكن هي هو علاش خرج؟ لان هي ما جاياش على باش اساس تقبط البيت، هي بغات تقبط الدار كامله. ياك انت عندك الحكم في البيت، دخلتي بيتك ما حاصرك حد. السيد عنده الصالون ديالو راه عاد يدها حتى هو مع ولا بيناتهم داك الشغل، حنا ما ندخلوش داك الامور. هو جرب دار داك الحديد على باش ما تدخلش لحوايجو. هي جات النهار الاول اللي تيعاود هو على فمو دات له قلبات له داك الشيء البوطه اللي حاط وداك الروينه ناض بيناتهم شي صداع. حنا غير اللي سمعنا، حنا ما شغلناش بيناتهم. قال لك بالريمول دي مسكك مزال في فلسطين. هاد السيده عندها مشاكل مريضه، واش انت 56 سنه ما درتيش حتى فين تسكني هنا في المغرب وجايه باغا تخرجي مرا في 16 سنه وهي ضربه محنه وهزات كمك وهزات خوك، وهذا هو الخير وهذا هو الجزاء. خوها انا اللي درت له الكنازه، امها والله ما حضرات لها. الا سبع سنين اختي كدير لها ليكوس لامها حالتها حاله، وهما لو كان كانوا هاد خوتها اللي كيسنطوا وفيهم درت الاسلام يدوروا فيها، لان شافوا الاخت ديالي كيعاملت لامهم. ولكن ماشي غير هما، حتى الجيران. شي شكون اللي خالقين المشكله سيدي؟ خالقين الجيران هما الكفاره. شي جيران كفاره هادو. انا نقول لكم الحقيقه، كاع وقع المشكل جمعوا هاد المراه وهاد المراه ودخلوا صلح بيناتهم ونديروا واحد الحل اللي كيرضي الطرفين. ماشي كتحميوها، سيري ديري الكوره، سيري لوحي الزبل، سيري ديري المشاكل. والانسان ملي كيوقع في المشاكل ملي كينوض الحرب كله يهسيفو. وانا كنقسم لكم الله من هذا المنبر، اختي مريضه وغشي انا اختي راه هي اللي عندي في الدنيا، راه اما هما اما انا. تقيس لي اختي راه اما انا اما هي، ويسمعها اللي بغى يسمع. اليوم هي كتهمك اخويا حفيظ، كتقول انك انت اللي مورا هذا الشيء كامل وراك سمعتي هذا الشيء في اللايف. انا الا قصدي اختي نوض معاها اكثر من هذا الشيء. الشيء انا كنبغي الحرب، انا ماشي كنقول لك لا، حيت ادات لي اختي مزيان وتكرصات لي على اختي وما غنوقفش معاها. اختي ما كتمشيش المخزن، اختي ما كتعرفش المخزن، انا كنمشي نتجارى معاها في المحاكم. لان هي كتقول لك انا عندي الاورو، انا عندي غير ما ولغتي نخيل معاها في المحاكم وقرعه ما نتجارى معاها. كتقول كان عندي الاورو والا خليتكم ولا ما صيت. انا راه عندي شكايات فيها اللي كتفهمني، قالت بغات تسيفطني الحبس. الا عندها بوها الحبس في يديها تديني ليه. ها هما شي شحال من شكايه، ها ما يزيد، ها ما قراش شحال من شكايه، 30 شكايه ولا 40. ها بالادله بالحرق بالكاميرا، وهاد الناس ما بغيناش نعرفوش هاد الشيء. لا ما كيرسي عليها تاع القوه. واش انت حارقه كاميرا ب 7000 درهم ولا 8000 درهم؟ الحكم فيه 6000 ريال. خرجت عليها حرقه هاكا جايبها كتحرقها بديك الشاشه تاع حرقه تاعها ومشدوده ودينا الفيديو وما تاخذ اجراء محكومه ب 6000 ريال ديال الخطيه. حنا كنطالبوا القانون ينصفنا، وانا ما بقينا باغي القانون. حنا كنطلبوا ديار المدينه تجي تدي دارها. هذا هو السؤال. هاد الدار الوضع ديالها تابع هذا، ماشي سكن. هذا كتقول لك هي انتزاع عقار. فين عقار؟ هذه ديار المدينه اللي ساكنيها، ما كانش عقار. الناس ساكنه وكتخلص كراها. واش دابا المراه كتاخذ المراه بلا قاعد؟ الله يجازيك بخير. وهاد الدار ما عندها قاعد. دابا الا خرجتي ودخلتي واحد تسكن فيها راه ديالك. يعني مستفيد. مستفيد. غير مستفيد. والله ماشي مالك. كي داير هاد الحكم اللي تقول لك انتزاع عقار؟ هنا هو العقار، عقار كيكون عنده اجراء ابرام واحد الطريق ديالو. هذا انا بغيت نشوف هذا القضاء اللي نصفها لهذا الحكم هذا. انا ما بغيتش نفهم، حيدوا 12 شاهد عدلي الاول وحيدنا 12 شاهد عدلي الثاني، وحيدوا جوج شهود رجال في الدرب، وتلقاهم جوج عيالات اللي ما يداروش الشريط بالكرموس. هذا هو اللي بغيت اللي ضرني. لان عارف هاد السيده ما كانش ساكنه وما كايناش، وشتي هاد السيده راه في المانيا ما كتعرفش تخلوض. اقسم لك بالله العلي العظيم، إما زادها من هاد المشاكل غير هاد الجيران اللي هما الكفارة بالله، هما اللي يخلقوا لهم هاد المشكل. فينا حنا الرحمة وفينا الإسلام. وأجا سيدي، أجا لالا، جمعهم وديروا واحد برا بلاتين، ولاقوا بيناتهم، وصالحوا بيناتهم، وتنازلوا. واش غادي دير؟ واش أنا تمشي تدخل على أختي؟ نوخذت أختي الإرهاب، ومرضت هذه، وأنا ما باقيش الراحة. اختي ما كتعرف لا مخزن، ما ترباتش، ما كنعرفو حنا حتى شي اختي با اللي كدار لها لاكاز، ما كتعرفش فين تمشي. وهاد الحومة كاملين يشهدوا عليها. كي كانت تخرج ذاك الراجل، كتخرجوا كي الامير، بقى الراجل كبر من البسام وكلاه شرب، وتجيو نتوما تكرسوا على المرأة تخرجوا من دارها. ماشي حشومة، هذا هو الاسلام اللي تيوصيكم.
أنا خويا راه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا دابا تنقولها لك، أنا كناشط ديار المدينة، أجي وتاخذوا الإجراءات اللازمة، في هذا الدار ديوها. وفين غتكون خصك؟ غادي عندي أنا أختي شاري لها فين تسكن الحمد لله، أنا أختي عندي الدير فين تسكن. أختي هي اللي 56 سنة كدور بين جات ثلاثة بغات تخرج من رمضانها. أنا عندي فين تسكن أختي، شاري لها ربي وعندي غير مسدودين، اللهم لك الحمد والشاهد الله طاب عند الوالدين، أنا ماشي بحالها، وحنا ما بغيناش نبانوا في هذا الشيء، ما عمرنا بنا ما عمرنا حتى جينا يسمعنا شي حد. والله ياخذ الحق في هاد الناس اللي وقعوا هاد الناس في هذا المشكل. شاري كيما كان الحال، راه عندنا صلة معاها، ولكن هي تبعات الناس وهي اللي خلقات المشاكل، ما جاتش بعين الرحمة. حفيظ، هنا اليوم كاينين ست الخوت ولا سبعة ديال الخوت، حتى الخوت فينا هو الدور ديالهم؟ الخوت يلموا هاد الدم هذا. شحال الخوت ما قدوا على صدعه، ما عندهم مشاكل، راه دايرها 14 قطار. الزيتون كانوا كيجيبوا له حقوق الزيتون، قلنا مشيو عندها نقولوا لها علاش ديك ديال الجمع، شداتها مشات تسولات عليها هي وخوتها، نكروها في حق راجلها. دايرت راجلها وداتها الكوريد راجلها وداتها الفيرماد راجلها، ما حنا ما عندنا ما نديروا بداك الزبل. ما عند اختي ما عندها ولاد علاش غادي تنوض تقاتل؟ ولكن باش تكون ساكنه في واحد الدار وتجي تخرجيها منها. راه اختي هادي يا الشريف، راه قالك نصور اخاك ظالما او مظلومه، انا والله حق اختي لا دزتو، واخا نمشي عليه للحبس. وهاد السيده كتقولك على البيت، بيتها راه قبضاتو، وداك الصالون اللي غادي يخرج السيد ولا يخرج السيد، راه حنا اللي غادي نهبطوا ليه، لان اصليه هي كطلب بيت عندها حكم في بيت، ما عندهاش حكم في السفلي، وما عندهاش حكم في الفوقي، ما عندها حتى حاجه، عندها بيت. هي قالت لك انت اللي كريتي ذاك البيت. انا اللي كريته، هو مشيت جيب لي انا من كريت له، حيت قلتوا لي راه ولد خوها، ولد اشوف اسيدي داك الشيء. شوف انا اللي سولاته قالت راه تقدر تقول لك القضيه دابا، هذاك اللي كريت له انا ولا كريت له يمشي ويجبدوه، هو راه مات يمشي ويجبدوه ويقبروه ويسجلوا بوه ويرد عليهم ويمشي. هذاك ولد خته انا نقول لك علاش تقلب باش تفهم المشكل، هذاك ولد خته هو اللي كرا ما كانش باغي عمته تسكن هنا. نهار تدعيته اختي ما كتعرفش، خرجت الفلوس صحيحة فاش دات راجلها مرض ديك الصندوق ما قبضاتش حتى هي، مشاو سناوها شدوا الفلوس خلصوا بهم الطبيب، وكاينه اجراءات دارت من مور راجل اختي مات وولدو مشى تيتير الفلوس، هو ميت وتيجبد الفلوس من البنكه، ودرت فيه الشكايه ها الشكايه ها هي، وجات هي قالت لي انا مزوقه فيك ما تاذيش ذاك الولد ما اذانيش. اختي هادي هي حبسات، هي حبساتني ها الشكايه عندي، ما تتابعوش واخا تصرف ما تشاتني واخا تصرف داك الشيء قالت لي ما تتابعوش ها الشكايه، ماشي تنكذب عليك وحقها حتى هو تما. دابا منين هاد الشيء كله وقفته ولا منين نهضر ما قيدت به، ما قيدت به سبعه نقنيخه قالت له راه قيد بيك، ناض ولا معاها وكيبر هاد السيد بلا كريول ولا ما تكلوش داك الشيء، حنا ما تيهمناش. انا كنهضر على اللي ضرني انا، اللي ضرني الا قلبات عليا تلقاني لا هي ولا غيره، حنا عندنا القوانين كنهضروا بالقانون وبالوراق. نعم. واحنا دابا شي هاد الدار اللي كيقول لك حنا طابعين الناس في هاد الدار، حنا ما طابعينش في الدار. شكون جات الخير والاحسان وما تكرصاتش عليها وما تكرصاتش على اختي، وجات وحلات الباب ودخلوا معها الجيران وقلت لها ودارت واحد العقده اتفاقيه باش تسكن وتخبط واحد القنت ندخلها ونسكنها على راسي وعلى عيني. انت جيتي ديري الكولا وتشعلي العافيه وتضربي الكريموجين وتجي تسفلي بها هنا في الحومه وتعايري لنا باللي كاين وما كاينش ونخليك تدخلي عند اختي. والله لا دخلات، وهي دخلات دخلها غادي تدخل بالقانون، اللي ماشي قانون راه ما غاديش تشديه. ماشي انتوما اللي حيدتوا البيبان والشراجم وداك الشيء؟ حنا لا حيدنا لها شي بيبان، هاي غادا تبان، هي اللي حيدت البيبان ديال الطوارئ. واسمع واسمع نقول واحد القضيه، هذه كدير ديك ضربني بكا وسبقني مشكا، حيدت داك الشيء باش تسقنا زعما تهما حنا، شي اللي عندها شي ادله حيدنا لها حنا البيبان تجي هذاك الشيء. هي دخلات بعدا اصلا لقات الشراجم ما كاينينش والباب ما كاينش، وقبلات على الوضعيه. حنا داك الشيء ماشي شغلنا بها، يكون فيه الشرجم ولا يكون ما فيهش الباب. واش انت كديري كولا مشدوده في الكاميرا ملي كيقول لها البوليسي علاش مشيتي درتي كتقول لها حتى كيجبدوا لها الفيديو البوليس حتى تبقى تتولي قرده قدامهم. كدير شي مسائل واش حمقى واش ما فهمتش. دابا كريموجي اللي جات دلات على اختي بها ودلات على هذا السيد اللي كيهضروا عليه اللي ساكن معاها رد فعل البوليس جاي قوى ديال المانيا البلاد منين جايه وشادها كاميرا رد فعل لهم السيدي. وكتقول لك انا ما تنديرش وما تنفعش. وهاد الناس هاد الناس الشهية راه نقدروا نكون هاد المسائل ما كتعرفهاش، ولكن شي هاد الناس المحرضين هما سبب هاد المشاكل ديال هاد المرأة وهاد المرأة. يعني ما كاينش اللي دخل بخيط ابيض. لا حبابها ولا الجيران، والشي المشاكل الكبير هما الجيران وخوتها هكذا ما من هنا ما نديو معنا غير شبر.
بعاد علينا ما توصلوا ولا ما توصلوهم. لا ولادو ولا بناتو ما توصلوا ما توصلوا ولا خوتو. غير هي. هذه هي الشريعة. اللي كاين مع المشكل. هذه هي اللي كاين المشكل. حيت هما اصليين عارفين اختي كانت هزة لامهم وهزات خوهم. ما يقدروش يحققوها. يقدوا ولا ما يقدوش هما غيخلصهم غير الله. حيت هذا الشيء شافوه وطلعوا عليه. يخلصهم الله. إلا تزدى عليها شي حاجة خاصو يتجمع الشيخي حفيد حشومة. حنا ما بقيناش باغيين يتجمع، حنا بغينا يديو الدار ديال المدينة. أنا كنشدكم لهنا شي وديوها الدار. أنا أختي عندي فين تسكنها، كي تا هي اللي ما دارش فين تسكن. ما أنا راديو ريم سدودين، غير يجيو يديوها. والله ما بقينا حنا باغيين، دابا الناس كيسحابوا معانا أنا كندافع على الدار غنديو حنا على الورثة. حنا ما كندافعوش على واحد الحاجة ماشي ليه. هاد الدار أصلا غير ديال الكراء. كون كانت هاد المرأة ما ساكناش فيها ما فيها لا عدة وراثة لا إراثة. ما كانش الوراثة هادي، ما كانش الوراثة هذا مستفيد. شوف حنا كنعرفوا جوج حاجات، حطهم الله وحطهم الدم. كاين عقد إراثة ملي كيكون داك البيع تتكون ديك هذا كنقولوا ديك الإراثة بنو المطير. وكاين تيتر فونسي. وي صافي. كاين عدلي كاين تيتر فونسي. الحبوس وديار المدينة ريوس حماق بحال بحال. دابا تخرج يدخل لك واحد للدار ويسد عليك سر الدرا ديالو وسير دعا معاه خرجو. فهمتيني؟ هذا ما كي دار هذا انت بعد الدعوه اللي دايرها تتقول انت زع عقار. شنو العقار؟ راه عند القضاء العقار هو الا كان عنده تيتر ولا عنده رقم ولا عنده تيتر فرنسي ولا عنده الملكيه. هذو ديار المدينه اللي ساكنيها. هذا هو اللي كنعرفو حنا من زمان وتربينا عليه وسمعنا به. ودابا انتوما كاع هاد الدار اجيو خذوها كاع. دابا هاد الدار حنا كنطالبوهم يجيو ياخذوها. لا هذا لا هذا. فيها ثلاثة الكراي. ما يمكنش. أنا كنص ديال المدينة ما يضيعوش. سهل عليهم الله في هاد الدار يجيو يديوها. أنا أختي عندها فين تكون. حنا يا هاد الناس اللي منوظفتنا على الخربة باش يعرفوا حنا راه ماشي طماعين. حنا عندي فين تدي أختي وتعيش حتى تموت. هي اللي ما دارتش علاش ترجع هي اللي غتجيبها براسها. حيت ما جاتش الخير وهادو اللي جاو معاها ما جابوهاش الخير. المحرضين كتقيم من دار لدار وتعمر وتيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. انت داخل الدرب والسرج نتا يتحلوا التليفونات كيخدموا. اقسم لك بالله واليوم الجمعه الى هذا الشيء اللي كاين. وشي شكون اللي تيزيد في هذه المشاكل؟ هما الناس. شي راه شكون كانت الرحمه حنا ومعذر ربي ما رحمناش ومعذر ربي غيحقنا ولا غير يقلبها. شي الرحمه كتجي من الانسان. كيبقاو جوج كيتدخل واحد كيبدنا الامور كيدير هكا قلوب قصاحه اخي. قلوب قصاحه تيبغيو المشكل للناس وكيبغيو يعيشوا الناس في المشكل. وحنا مدعيين معاهم والله من نهار بدا هذا المشكل هذه دابا 6 و7 سنين وحنا في المحاكم معاها وطلع وهبط. وانا مدعي معاهم والله هما شي هما راني مدعي معاهم والله. مرضوني اختي وتبعوها في صحتها وتبعوها على نقاوتها وعلى تاويلها. ما تبعتها على حاجه ما عندها لا علاش غادي ملاير. امراه من الضما وكانت تخرج من الضما والاستاذه وقرات عباد الله تبعوها حسدوها. هادشي علاش يحسدوا الناس؟ راه ما تيحسدوك حتى على شي حاجه. تيحسبوك الا كنتي رقي. لا حول ولا قوه الا بالله. قسما بالله العلي العظيم الا كنتي رقي حتى يتبعوك. خرجتي من درب المسخور الوالدين خدمتي رقي. داكشي اللي راه تيبيع راه تيدير حاضر ما عندهم حتى شي شغل. ربي مسلط عليهم وفيدنا غير ما بعضنا بعض. الله يدير الخير مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. كما سمعنا شي كلمه خويا شنو باقي لك؟ شنو باقي ما عندنا ما نقول انا الكلمه ديالي التاليه. نعم. كنطلب الحق ينصفنا والكلمه ما غادي نوجه تهمه حتى لشي واحد. انا وجهت التهمه ديالنا والله وهاد الناس اللي خلقوا هاد فيتنا. وثاني حاجه حنا كنطالبوا من ديار المدينه تجي تدي الدار. طبيعي. كلمة أخيرة. السلام عليكم ورحمة الله. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في كما كتابعوا معنا الآن كان هذا حق الرد وأول خروج إعلامي لأخ الزوجة اللي متهم بالتحريض على المهاجرة المغربية ومجموعة ديال الكلام تقال فيه في بث مباشر وأنه هو السبب ديال هذا الصداع وزيد وزيد وزيد. الآن كما كتسمعوا معنا هو بالواضح التعليق ديال هذا السيد عليه والرد ديالو كذلك على هذه الاتهامات وكذلك النداء ديالو المطلب ديالو بانه الشركه صاحبه هذا المنزل جات تسترجع المنزل ديالها ونساليو كما كنقولوا هاد المشاكل كامله. واضافه الى هذا كنتمناو انه يعني حتى الناس اللي تدخل بالخير وتكون يعني تكون خيط ابيض كما كنعرفوها في الدارجه ديالنا وبالعاميه المغربيه لانه راه الصلح كما كنعرفوا خير. وكما قال الاخ في الاول وفي الاخير هاد السيده راه دمهم وديالهم وما يجمعهم اكثر مما يفرق. لكن هم الدنيا غادي يبقى فيها كل واحد سعادات كل واحد اشنو غادي شنو دار في هاد الدنيا وشنو الخير اللي دار. فمره اخرى كونوا اكيدين باش نكونوا واضحين
انه المرحوم الله يرحمه راه كيوصلوا هذا الشيء، وغيكون ما مرتاحش هو في القبر ديالو، لانه هو يعني هو تحت التراب وباقي كيسمع في السيره ديالو، وباقي كيسمع في المشاكل. كاينه ولا ما كايناش يا حافظ؟ كاينه سيدي، اقسم لك بالله غير ارتاح دابا، هو غير ارتاح. غنقول لك، لا غنقول لك على القصه دابا اللي قلتي غير ارتاح. اقسم لك بالله العلي العظيم، وديها تقال على رقبتي، الا دات لها الراجل اربع شهور حرمها من راجلها وهربانه به، وحيدات له الدواء ديال البونكيسون، حيد قطعته له وجابت لها الراجل مدهور وهزينا دينا للدار البيضاء، وداوه وداوه للدار عند اختها، واتفقوا عليه باش يطلقها، وهو مدهور ريقو تيسيلو ما بغاش يطلقها، وداته هزاته هربات به داته عند ولاده، وكيقول لها قال له الحقيقه الولاد راه عارفينها، قال لهم داروا لي باش نطلق مالكه، انا ما طلقتش مالكه حيت شافها شنو دارت لامو. يعني هذا الشيء قبل من الوفاه ديالو، نايضة حرب قبل من الحرب هما طلقوا، يعني اللوسه اللوسه ومرت الخو وداك الشيء ديالو، وكلهم اتفقوا عليها جاو ديك دواء. انا بثلاثه راه درت بهم شكايه الاولى قبل من هذا، انا غير ما كنتش صح. اش انا كنت النهار الاول فاش داروا ديك الشكايه كنت حضرت، هاد الشكايه اللي دارت ديال القضاء اللي تحكمتها ما غاديش يربحوها، حيت عندي ادله عليهم، جاو ديك الدواء قبل ما ينوض هاد الشيء، وخيدات بهم. وهاد الناس اللي كيهضروا دابا هاد العداوه، ملي كانوا كيدقوها وكيسمعوا كيسبوها ويعايروا هنا، مالكم ما دخلتوش تفكوها؟ عرفتي مشيو تديو الشهاده ديالي تشهدوا ظلما وعدوانا. ودا قلت لك الراي هذاك دابا اللي كتقول ما مرتاحش القبر، راه ما مرتاحش. المراه جات شهر خيط الزيت، ودا هي هربانه ملي كتقول له طلقها، وما بغاش يطلقها حتى مات مسكين. الله يرحمه ويجدد عليه رحمه الله. هذاك نسيبنا، ما عمرنا شفنا منه العيب. نعم. ولا شاف منا العيب. شي نهار جا ياخذها حطوا على اختي، باش نقول لك قد امام الله غادا تحق معاهم. عندك 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 شهر وعس عليها فم الحومه، بدي مشى سول عليها واحد الجار قال له سير عطيتك بنتي، وجا خذاها، ومنين خذاها راه شاف التربيه وشاف الاخلاق وشاف الصيله، ومني كتنوض تهضر تتقول لهم خويا تيسكر هذاك الشراب تيشريه لي باك، نشرب رزقي وندير اي حاجه برزقي، ما عندكش اش تدخلي فيا انا. عندك حريه شخصيه. انا كنسكر، انا كنسكر بعمري غير 56 عام، وانت راه عندك 99 عام وكتضرب بيه القاعه وكتضرب بيه الكوار في المرضى. والسلام عليكم ورحمه الله. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، الله يدير الخير والله يدير الخير، الله يدير الخير، الله يدير الخير. كنتمناو الله يجمع هذا الشمل هذا. أشكركم، كان معكم مراسل قناة منير معطاوي من مكناس، إلى اللقاء.